عبد البتول واشرح عن أواه الأنبي أصل الأصول يا جوهر مكنون فيك يا نعمة غبريال ببشاير وأقوال وطب انتي مقال وهو سر منون هويتي السمراء وهو رب القدرة سرتي سماء مقمرة يا ابن الزهيون آدم بعد أن كان نادم وعطفت العالم من كيد الغربون فقر داود عنكي الملك اشتى حسني وتجسد منكي رب العرش المنون طوباك يا سماء حيرت العلماء فجسف مع حكماء في وصفك يتكلمون على حسنك لأن يسوع ابنك حملت بطنك فخلص فيه البشريون سابني حبك يا فخر الرتاب وصراك عجب من عجاب والأنادي الفضاء بتضوي والصلب المتاح يا بهجات الأرواح بدك في نجاح وقول صحيح موزون لك كل التعظيم يا ابنة يوقيم حملت السر العظيم وضعتيه يا قرة العيون فيك الأمثال ونطق بصحيح الأقوال في حبلك يا ابن الصهيون نورت الأكوان